السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جاي لكم بدرس جديد سهل ومفيد، على الرغم ان هو مهم جدا. احنا هنحاول ان احنا نفك شفرة اليوتيوب اللي هي بتيجي بالشكل ده، اللغة بتاعته البرمجية، بحيث ان احنا نعرف الفيديوهات اللي حققت ملايين المشاهدات حققتها ازاي، ونحاول نستفاد منها في قناتنا، ان احنا نطلع من الصفحة او من الفيلم او من العمل اللي انشأوه ناس تانيين، نطلع منه الكلمات المفتاحية، ونطلع الصورة المصغرة، ونطلع الشرح، ونطلع جميع الاسرار اللي هو بتبقى موجودة في الفيديو ومحدش بيعرفها غيرهم هم. نبدأ بسم الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة والاعجاب عشان اقدر ان انا استمر واقول لكم شروحات تاني. اول حاجة نبدأ بسم الله، بنروح على قناتنا بالشكل ده خلاص. بعد كده بنضغط على علامة الايقونة بتاعتنا دي، ونروح عند مين؟ عند قناتك اللي احنا فيها دلوقتي. بنروح عند الصفحة الرئيسية لليوتيوب. نبدأ بسم الله. احنا شايفين اليوتيوب اول ما بتفتح بيجيلك فيديوهات بالشكل ده خلاص، ده شيء احنا متفقين عليه. روح عند صفحتك وتعال عند الاستوديو اليوتيوب، هنختار فيديو من قناتنا نشتغل عليه عشان يبقى المثال عملي قدامكم وكله يفهم معايا. بعد ما بنروح لصفحتنا طبعا بالشكل ده عشان الناس اللي ما تعرفش، بندوس على الايقونة بتاعتنا وبنختار قناتك، وبعد كده بندخل على الاستوديو. الاستوديو بيظهر لي بالمنظر ده. اول حاجه بنروح عند الفيديوهات. بعد ما بتروح عند الفيديوهات المنشور عندك على القناه، انا النهارده هشتغل معاكم على الفيديو ده. كيف الفيديو ده؟ كيف تحول اي ورقه بخط اليد الى ملف بي دي اف؟ احنا عاوزين يحقق مشاهدات عاليه. بنروح عند علامه التعديل، علامه القلم، بيفتح معايا. طبعا احنا المفروض ان احنا اي فيديو بنحطه، بننزل فيديو جديد، لازم نخليه غير مدرج لحد ما نخلص تعديلاتنا، وبعد كده بنعمله عام. اول حاجه طبعا ده العنوان وده الوصف كلنا عارفينه. اهم حاجه بتفيدني هنا اللي هي العلامات او الهاشتاج، كلمه العلامات او الهاشتاج. انا حاطط مثلا الكلمات دي، بس انا عارف ان الكلمات دي مش هتحقق نجاح في وسط الفيديوهات الكتيره. بنعمل ايه؟ بنروح لصفحه اليوتيوب بالشكل ده. ده اليوتيوب العادي جدا. احنا الفيديو بتاعنا بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن تحويل اي ورقه بخط اليد الى ملف بي دي اف اللي هو برنامج سي اس. فاحنا بنروح هنا وبنكتب له في البحث تحويل، او تحويل الى البي دي اف، تحويل الى ملف بي دي اف. المفروض ان اي عمل في اليوتيوب بيندرج بيتكلم عن نفس المحتوى، هما الثلاثه دول مثلا او اربعه او خمسه. احنا بنعمل ايه؟ بعد ما بنختار التحويل الملف الى بي دي اف في العنوان في البحث، بنروح عند كلمة الفلترة، بنضغط الفلترة، وبنروح عند الترتيب حسب، وبنختار عدد المشاهدات، يعني الفيديو اللي حقق مشاهدات عالية جدا من اول ما فتحوا اليوتيوب. اول حاجة ده واحد خلاص، هاو تو كونفرت وورد دوكومنت تو بي دي اف، ازاي نحول الوورد البي دي اف. بعد كده عندنا تحويل الوورد بدون استخدام برامج، ده عامل كام؟ ده عامل 1,200,000 تقريبا قبل 7 سنين، لكن التاني عامل 2 مليون وشوية قبل 5 سنين، وده عامل تقريبا داخل على 1,000 من 4 سنين. احنا بناخد اول 3 او اول 4 او اول 5، هشرح لكم الطريقة وبعد كده انتوا تعاملوا براحتكم. بناخد اول واحد وبنضغط كليك يمين بعد ما نقف عليه open a new tab، يعني افتح فلسان جديد هيفتح معايا هنا. تمام، فتح معايا هنا. I look very easily and ده اول واحد. بعد كده خد التاني والتالت، هنشتغل على تلاتة. open a new tab والتالت open a new tab. خلاص احنا اتفقنا دول التلاتة، ادي اول واحد. بعد كده وفي قدامك حل من كذا حل. اول حاجة هتروح عند شايفين ده اسم الفيديو ده، اسمه ده، بتقف هنا. هنا شايفين الماوس بتتحرك ليه؟ كأن هكتب، نقف عليها هنا كده وكليك يمين، ونروح عند فيو فريم سورس، فيو فريم سورس خلاص، وبنضغط عليها. بتفتح معايا لسان تاني اللي هي اللغة البرمجية بتاعت الصفحة اللي هي بتظهر بالشكل ده. طيب في ناس هتقول لي انا ما فهمتش الخطوة دي، هنعملها في الفيديو التاني. اعمل له نروح سيف عند الفيديو ده وبنقف على الاسم. طب لو مش عارف اطلع فوق هنا كده عند الثلاث نقط في جوجل كروم، الثلاث نقط دي خلاص، او اسهل لك ان انت تضغط كنترول يو وانت في الصفحة، هتفتح معاك اللغة البرمجية. بنضغط من الكيبورد على كنترول يو. بعد كده هنا عندنا الصفحة بقت بالشكل ده. دي كده أول واحدة. قسم تشير بدرس جديد، ودرسنا إن شاء الله النهاردة هيكون إزاي أحول ملفات. أهي بنروح عند، بنقف على الكلمة كده وضغطة بالماوس كليك يمين، وبناخد فيو فريم سورس.
خلاص ناخد اول واحدة اتفتحت معانا، ده كان اول فيديو احنا اخترناه اللي هو عامل مشاهدات عالية 2 مليون وكسور. وبعد كده بناخد بنلاقي الصفحة دي ظهرت معانا كده. طبعا الصفحة دي احنا مش فاهمين فيها اي حاجة، فبنعمل ايه؟ بنروح جايبين بنضغط كنترول اف، كنترول اف، او لو مش عارف كنترول اف هنعمل بحث ممكن من الثلاث نقط دول كده، وبنقول له فايند اللي هي كنترول اف، وهنكتب الكلمة السحرية اللي هي keyword او الكلمات المفتاحية الكلمة دي، وبعد كده بندوس انتر. بيظهر لي ان في ثلاث كلمات، انا اللي يهمني تاني واحدة، فبضغط الكلمة دي اول واحدة اهي، هي دي اول واحدة، فبنضغط هنا كده بنوصل للكلمة التانية. الكيورد هنا الكلمات المفتاحية، شوفوا هو حاطط كلمات مفتاحية ايه، مايكروسوفت وورد سوفت وير، يعني اي حد يكتب في اليوتيوب مايكروسوفت وورد يطلع له الفيديو اللي احنا بنتكلم عنه. تاني كلمة هو كاتبها بروتلاب سيكتور. طيب نشوف الفيديو التاني، الفيديو ده مثلا لما جه الفيسورس عنده وبعد كده ضغطنا هنا كده دخلنا على الفايند او البحث وكتبنا الكيورد في اللغة البرمجية ودوسنا انتر، ادي اول واحدة ظهرت، تاني واحدة اهو الكيورد عنده هو كاتب ايه، هو كاتب مايكروسوفت اوفيس وكاتب وورد 2007، اي حد بيكتب وورد 2007 بيظهر له الفيديو ده، وكاتب وورد 2 بي دي اف وكاتب شانل اي دي. خلاص احنا اول ما بنوصل عند كلمة شانل او بنقفل القوس كده اللي هو القوس ده كده قفل، يبقى ده كده ايه الكلمات المفتاحية بتاعته. يبقى هو حاطط 1 2 3. الخطوة التانية احنا كده عرفنا ان احنا طلعنا الكيورد اللي في كل فيديو منهم، هننزل بده كله كده ونيجي هنا على سطح المكتب ونعمل نيو تكست ونسميها مثلا رقم 1 او نسميها البي دي اف اي حاجة، المهم تبقى عارفين مكان الملفات اللي بتحفظوها. خلاص نرجع بقى تاني هنا، هناخد الفيديو مثلا ده هو عنده دي الكلمة، هناخدها كوبي ونيجي هنا كاتبينها هنا. خلاص دي اول كلمة، تاني كلمة هو كاتب هنا مثلا 2007، احنا ممكن نغيرها السطر التاني ممكن نكتبها 2010. خلاص وممكن تخليها زي ما هي. نيجي تاني هنا خدنا دي وفي عندنا وورد 2 بي دي اف، بناخد من اول النقطتين اللي موجودين دول وما بنوصلش للتانيين، كوبي وبنكمل كله بالشكل ده. بنروح على الفيديو التاني هنا اللي احنا اخدنا منه، وطبعا عشان الكلمة هنا كده بنقول له فايند بنيجي نكتب عندنا هنا الكلمة keyword اللي احنا كنا بنكتبها، بنكتب هنا كيورد زي ما احنا اتفقنا كيورد اهي، وبناخد تاني واحدة. خلاص وبنيجي هنا مثلا بناخد الكلمات دي مثلا بدون استخدام، هخلص الكلمات انسخها وبعدين اكمل لكم شرح. خلاص انا كده اخدت الكلمات دي سجلتها كلها، مثلا اخترت كام كلمة او خدتهم كلهم، وبعد كده هتاخد واحدة منهم اول كلمة ونيجي عندنا هنا ونروح حاطينها هنا كده كوبي بيست، هي على طول بتنزل معايا الكلمة هنا. طبعا في ناس هتقول لي خدهم كلهم انسخهم من الاول كان اسهل، هقول لك لا لان محتاجين الكلمات دي في قصة تاني خالص، بس بعد كده بنسجلهم هنا. هخلص وارجع لكم تاني. خلاص انا كده اخدت الكلمات دي كلها زي ما اخدناها من الفيديوهات، انا اخدت فيديو واثنين وثلاثة، اخدت الاعلى مشاهدات طبعا اللي هم اول ثلاث فيديوهات، انت ممكن تاخد كذا واحدة على حسب ما الخانة دي تشيل معاك، لان انت حدودك هنا 500 حرف احنا استغلنا 209. كل ما تلاقي فيديو كويس انت شفته في نفس المحتوى دون وما كانش موجود معانا هنا تقدر ان انت تحطه، طبعا كل واحد على حسب ما هيدور المحتوى عنده. بعد كده احنا استفدنا هنا ان احنا جبنا جميع الكلمات عن طريق ان احنا الكيوردز اللي احنا بنكتبها في خانة البحث في السورس اللي هو بتاع الصفحة او اللغة البرمجية. دي كانت اول حاجة عرفناها النهاردة، كملوا معايا وهعرفكم باقي الفايدة اللي هنستفادها النهاردة. اذا عجبكم الفيديو لحد دلوقتي لان الفيديو متعوب عليه، يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناة.
دي كده اول حاجة خدناها. طبعا احنا كده وصلنا ان احنا تفاصيل الفيديو حطينا الكلمات المفتاحية، تعالوا نعرف سر كمان من اسرار الصفحات دي. احنا كده خلاص جبنا الكلمة دي كانت اول واحدة الكيورد. بعد الكيورد على طول لو دخلنا عند الكلمة اللي بعد الكيورد، اول ما بنخلص القوس بيتقفل هنا عند كلمة شانل اللي هي القناة. الشانل هنا اللي هي دي اللي هو اسم القناة لو انت حابب تتأكد. طيب بعد كده في عندنا ايه؟ بعد كده في حاجة مهمة جدا لازم نعرفها. الحاجة التانية اللي عاوزين نعرفها اللي هي زي ما احنا شايفين مثلا عندي كده، بنوصل هنا بعد الكيورد بنوصل عند السطر ده بيبدأ ب HTTPS. السطر ده اللي هو الصورة المصغرة للفيديو، الصورة المصغرة اللي هو حاططها للفيديو. هنتأكد ازاي؟ بص بناخدها كوبي وبنروح عند صفحة جديدة خالص لجوجل وبنحط الاسم اللي معانا اهو وبنقول له انتر، بنشوف ايه اللي بيظهر معانا. لا كده ما تنسخش مظبوط، نرجع تاني. ايوه هو ده كوبي خلاص من اول HTTPS لحد GBGD وبنضغط عليه في جوجل هنا. بيطلع معايا بالشكل ده لما بندوس صور في بحث جوجل، بيطلع معايا اول واحدة اللي هي الصورة دي عشان نتأكد اللي هي دي اللي هو الفيديو اللي احنا اخترناه اللي هو اول فيديو اللي هو ده، هو ده اول فيديو. الصورة دي هي نفسها اللي موجودة عند الصورة دي. يبقى دي طريقة كمان نقدر ان احنا لو شايفين الصورة مثيرة جدا نقدر ناخدها ونعدل فيها او نكتب عليها ونحطها عندنا في الفيديو بتاعنا. هنا نختار تغيير من هنا بيوديك ان انت تغيرها، بتختار زي ما انت عاوز. ممكن من الفيديو بيديك 3 اقتراحات او ان انت بتغيرها لو في عندك صورة في الكمبيوتر. يبقى دي تاني كلمة اتعلمناها النهاردة في البحث. طيب نرجع للملف اللي احنا خدناه الاول ده اللي هو الكلمات اللي احنا جبناها دي كلها كده، ناخدها على بعضها. احنا طبعا حطيناها فين؟ حطيناها هنا في الكلمات دي في العلامات في الهاشتاج. لا هنزودهم كمان عندنا فين؟ في وصف الفيديو. نيجي في وصف الفيديو، احنا خلاص هنا مخلصين، ونيجي حاطينهم معانا هنا ليه؟ علشان اي حد بيدور برضو اليوتيوب هيقترح له ان الكلمات دي ايه مفيدة زي ما يكون بالظبط مكتوبة هنا، او ان ايه يبقى اليوتيوب يطلعنا في وسط الناس اللي حاطه نفس المحتوى وواخده مشاهدات عاليه. ليه؟ لان نفس المضمون اللي هم بيدور عليه هنا بيدور عليه هنا. اتمنى ان الفيديو النهارده يكون افادكم، واتمنى كلكم ان شاء الله تحقق احلى نجاح واكبر قنوات ان شاء الله، واتمنى ان انا اكون قدرت افيدكم. وان شاء الله انتظرونا في حلقه جديده، وما تنسوش الاشتراك والاعجاب، واي حد عاوز حاجه معاكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.